نستضيف ضيفتنا يلي هي ساندرين، دكتوره ساندرين عطله. برجع بذكركم انه هي غير انها طبيبه كمان مختصه بالصحه الجنسيه. اهلا وسهلا فيك بحلقتنا. كيفك؟ الحمد لله. انت كيفك؟ ما بعرف يعني قديش موضوع التغذيه والعلاقه الجنسيه انتم كحكمه بتامنوا فيها، يعني هل هالشيء مزبوط او يعني نحن حسب الدراسات العلميه بنلاقي انه في مجال انه الواحد يحسن العلاقه الجنسيه اذا حسن غذائه او حسن صحته ككل. اذا حسن وزنه اكيد وصحته عامه، لانه الحياه الجنسيه ضمن الصحه عامه، في الصحه الجنسيه انا مختصه بالصحه الجنسيه، لكن الواحد لازم يكون صحي جسديا، لانه العلاقه الجنسيه كمان جسديه مش بس نفسيه وعلاقه بين الزوجين، لازم يكون صحته منيحه. اذا زيد وزنه رح يلاقي مشاكل، خاصه انه اذا زيد وزنه شريينه بلشت تنسد شوي مثل شريين قلبه، وشريين الاعضاء التناسلية بعد أصغر من شريين القلب، يعني كيف تنظري بقبل. كالشخص اللي بلش يكون عنده مشاكل بالانتصاب خاصة عند الرجال، لأنه الامرأة بتحس بالعوارض أخر، إذا بلش يحس بهول العوارض لازم يحكي مع حكيمه القلب. مزبوط، بركي بلش يعمل مشاكل بالقلب. لأنه بالمقدمة قلت إنه الدراسات العلمية عم تنصح كل شخص خاصة بين عمر الأربعين والخمسين إذا عندهم مشاكل جنسية إنه يروحوا يشوفوا أطباء، لأنه هذا الشيء ممكن يكون دليل أو أول عوارض مشاكل القلب. مش بس الوزن، عندك الضغط، وبدهم يجربوا يظبطوا اكلهم حسب ما يعلوا ضغطهم وياخذوا الادويه اكيد. سكري، ما لازم ياكلوا كثير سكر ولازم ياخذوا ادويه السكر ليكون السكر كثير متوازن، لانه السكر الزايد بالدم بيسمم مش بس الشرايين، يعني ما راح يسد بس الشرايين، راح يسمم الاعصاب. وكمان اعصاب الاعضاء التناسليه واعصاب المبوله راح يكونوا مسممين، ما راح يعودوا يشتغلوا كثير منيح. لكن الانتصاب ما راح يكون كثير منيح، الشخص راح يحس انه عايز يبول كذا مره بنهار وراح يكون متضايق. غير السكري عندك اكيد الكوليسترول، لكن بدهم ينتبهوا لانه كمان الكوليسترول بيسد الشرايين، بدهم ياخذوا الادويه تبعولتهم وبدهم يوقفوا الدخان. هذا كثير منيح، كثير مهم.